صرت لا تعودين إلا بكتاب جديد. الثقافة لازمة لكل إنسان. لم ألاحظ اهتمامك بالقراءة إلا هذه الأيام. أريد أن أعرف كل شيء عن الحمل. المهم ألا تكون فقط لتزيين المكتبة. في أسبوع واحد قرأت 3 كتب، ليتك تطالعها معي. أنت الحامل ولست أنا. أتعرف أن تدخينك يضرنا نحن الثلاثة؟ نحن الثلاثة؟ كلنا ندخن معك، أنا والجنين. الجنين أيضاً يدخن؟ اقرأ الفصل الرابع من هذا الكتاب لتدرك مخاطر سجائرك على الجنين. ثبت أن الدخان الذي يستنشقه المدخن يحتوي على 500 مركب ضار، أخطرها النيكوتين، وهو مادة قلوية شديدة السمية. وللنيكوتين تأثيرات ضارة على التنفس، ويسبب انقباض الأوعية الدموية ويزيد من حركة الأمعاء، ويسبب ارتفاعا في ضغط الدم مع زيادة ضربات القلب. ويتسبب النيكوتين أيضاً في نقص الغذاء والأكسجين الواصل إلى الجنين نتيجة لضيق الأوعية الدموية. فقد لوحظ أن حجم المشيمة في رحم الحامل المدخنة أقل بكثير عنه في غير المدخنات، مما يؤثر سلباً على تغذية الجنين وصحته. ويؤدي التدخين بشراهة ولمدة طويلة إلى ما يسمى بالتسمم المزمن بالنيكوتين ومكونات التبغ، وتبدأ الأعراض بفقد الشهية والغثيان وزيادة حموضة المعدة، ويصاحبها انخفاض في الوزن. وبطبيعة الحال يؤدي سوء تغذية الأم لسوء تغذية الجنين وتأخر نموه داخل الرحم. إن الحاملة المدخنة تعرض نفسها للإجهاض، وقد يولد طفلها صغير الحجم أو مبكراً عن موعده، أو يولد الجنين ميتاً لا قدر الله. مع السلامة. وأنت تؤدين العمرة، لا تنسي دعواتك لي أن تتم الولادة بسلام. بعون الله سيكون الحمل مريحا. المهم ألا تحرجك الدورة الشهرية أثناء العمرة. أطمئني، ستؤخر الهرمونات وصولها لأطول فترة ممكنة. أية هرمونات؟ الهرمونات الأنثوية التي على شكل حبوب. تحقق المطلوب؟ استشيري أولا الطبيب. لست مريضة. قد تكونين حاملاً وأنت لا تدرين. الاحتياط واجب يا ابنة خالتي. لا تجعليني أتشكك وأتخوف. لو هناك حمل وأخذت هذه الهرمونات قد تحدث مشاكل صحية على الجنين. أمعقول هذا؟ تقرأ عن الحمل؟ لم أكن أتصور أن كل هذه الأدوية ضارة بالجنين، خصوصاً في الأشهر 3 الأولى من الحمل. انظري، هذه أخطر مرحلة، ففيها تتشكل أعضاء الجنين الذي يكون شديد التأثر ببعض الأدوية. وأفظع شيء تشوهات الجنين والعياذ بالله. تحدث التشوهات بسبب بعض أنواع المضادات الحيوية وحبوب الكورتيزون التي تؤخذ بالفم، وكذلك الأدوية التي تعالج الأورام السرطانية، وبعض أدوية القلب وارتفاع ضغط الدم، والكينين المستخدم في علاج الملاريا، والأدوية المدرة للبول. ويمكن لمريضات القلب والضغط أن يستشرن طبيبهن بخصوص الأدوية المأمونة أثناء الحمل. مبارك عليك الحمل يا ابنة خالتي. قلت لك، قلت ربما تكونين حاملاً وأنت لا تدرين. لولاك لتعطيت الهرمونات. الله يحفظ لنا أطفالنا ويحميهم من التشوهات. لكنني لا أعرف الأدوية المسموح بتعاطيها أثناء الحمل.
البنادول مثلا من الأدوية المسموح بها طوال فترة الحمل، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب. ألا تندمي على هذا القرار؟ إطلاقا، سأطلب إجازة طويلة، سلامة الجنين فوق كل اعتبار. زميلة أخرى طلبت قبلي إجازة وعادت للعمل بعد أن وضعت بسلام طفلها. أنا أيضا اليوم اتخذت قرارا مهما. ستطلب مثلي إجازة؟ لا، قررت بكل إباء وشمم أن أتوقف عن التدخين احتراما للجنين. العاملات في قسم الأشعة في المستشفى وكذلك الممرضات وطبيبات التخدير معرضات لبعض الأخطار مثل الإشعاع والغازات المخدرة والغازات المتصاعدة من التفاعلات الكيميائية التي قد تسبب تشوهات للجنين. ماذا تفعل؟ سيبدأ ترحيلها عن البيت. من تقصد؟ كل ما يذكرني بالتدخين. هل بدأ يوم التوقف عن التدخين؟ وسيبدأ معه الأمل في استقبال جنين سليم بإذن الله. أيتها الأم الحامل مهلاً مهلاً مهلاً، وأعيرينا الانتباه مهلاً، في أحشائك طفل ينمو ينمو وله حق الحياة. مهلاً مهلاً مهلاً، احميه من خطر التدخين، احميه من خطر التدخين، احميه من خطر التدخين، احميه من خطر التدخين، كي ينمو صحيحاً كالسواه. مهلاً مهلاً مهلاً. سلامتك سلامتك نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك، لأنك الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك سلامتك. أسعدك تزهو بتاج العافية، ما أسعدك ما أسعدك تبدو بروح عالية، ما أسعدك ما أسعدك تزهو بتاج العافية، ما أسعدك ما أسعدك تبدو بروح عالية، ما أسعدك ما أسعدك صن صحتك واضحك لنا، فالطير يجدو حولنا يقول لك سلامتك سلامتك نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك، لأنك الإنسان تعمر الأوطان.